طيب إبرام، شراكات جديدة يقول الدكتور زكريا ومحمد الشرقي، ولكن حتى فيما مضى من الأيام كان هناك إبرام لاتفاقيات وشراكات، ورغم ذلك تخرج بين الفينة والأخرى أصوات وتخرج حتى قرارات من محكمة العدل الأوروبية. هل من ضمانات حقيقية اليوم بأن تمشي هذه الشراكات قدما من دون عرقلة ومن مؤسسات رسمية داخل الاتحاد الأوروبي وهياكله؟ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعني يفهم اليوم أن موقف المغرب هو ما جاء في خطاب جلالة الملك، بأنه يعني كل يعني دولة تريد أن تتعامل مع المغرب يجب أن تتعامل مع المغرب في إطار يعني وحدة المملكة المغربية كاملة. يعني هذا الموضوع الآن أصبح يعني محسوما، فحتى نكون واضحين، يعني إذا لن نتوقع مرة أخرى قرارات صادمة من المحكمة؟ ماذا سيفعل الاتحاد أو ماذا فعل باتجاه هذه النقطة؟ لا، المغرب يقول إن المحكمة الأوروبية شأن أوروبي، يعني ليس شأن المغربي، يعني بكل صدق، يعني هذه قضية أوروبية أوروبية، وحتى فيها مزايدات سياسية بين الأحزاب، يعني خلافاتها يعني أحيانا تنتقل إلى المحكمة. ما يهم المغرب هو أن تكون المواقف الأوروبية مواقف واضحة جدا، لأن هناك يعني نوعين من العلاقات حتى يعني نحددها. هناك علاقة المغرب مع بروكسل اللي هي المجموعة 27 دولة اللي هي الاتحاد الأوروبي، هذه تخضع إلى قواعد واتفاقيات موقعة بين المملكة المغربية وبين الاتحاد الأوروبي، وتشمل يعني مجالات عدة، يعني عشرات المجالات والاتفاقيات، وبالتالي يعني هذه الاتفاقيات كلها تطبق كلها أو لا تطبق، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، قد تكون هناك يعني وجهات نظر او حتى نقول بعض يعني بين قوسين ازمات عابره، هذا موضوع، لكن اليوم الاتحاد الاوروبي عليه ان يكون منسجما مع نفسه. اعتقد ان هذه الرساله في رايي انا شخصي وصلت الى الاتحاد الاوروبي وفهمها جيدا، وهو بعث السيده اورسولا يعني تقريبا تقولها بشكل يعني شبه واضح انه الاتحاد الاوروبي اليوم يريد علاقات قويه وقادتها سترونغ بارتنرشيب مع المملكه المغربيه، واعتقد ان الاوروبيين اليوم يعني ينظرون الى الاشياء من زاويه اخرى. ما هي هذه الزاويه؟ هو ان المغرب وقع اتفاقيه طريق الحرير مع الصين، ولا ننسى الصين هي يعني المنافس الكبير والقوي للاقتصاد العالمي، يعني الصين اليوم وما ادراك عن الصين من حيث الحجم الاقتصادي. ثانيا المغرب اليوم عنده علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع إسرائيل وأيضا مع شركاء آخرين في الشرق الأوسط ومع تركيا ومع عدة يعني دول. والمغرب وهو أول مستثمر على الأقل في منطقة غرب يعني إفريقيا، استثمارات كبيرة جدا في قطاعات مختلفة، وبالتالي المغرب اليوم هو يعني كما يعني جاء في البيان الألماني، وهنا يعني أنا ألاحظ يعني هناك تشابه بين ما قالته السيدة أورسولا فان دير لاين وبين البيان ديال الخارج الألماني، كاين تشابه، وهو أن المغرب هو الحلقة الأكبر أو الدولة المركزية التي من خلالها تريد أو يريد الاتحاد الأوروبي الوصول إلى 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 القارة الإفريقية، وربما عودة الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا، وربما حتى يعني إنشاء إغلاق الباب أو يعني حد من يعني الصعود أو التنافس أو وجود الصيني في القارة الإفريقية. يعني هذه القضايا اعتقد اليوم اصبحت بالنسبه للاتحاد الاوروبي اكبر بكثير من مجرد انه يعني هيئه سياسيه او محامي يقدم طعنا في اتفاقيه او في فقره ورده في اتفاقيه، يعني ان الامر بالنسبه للاتحاد الاوروبي اعتقد اصبح يهدد الاتحاد الاوروبي في وجوده داخل القاره الافريقيه وفي منطقه البحر الابيض المتوسط. وربما انا افهم ان كان الاتحاد الاوروبي جاي يقول للمغرب يعني فلنتعاون نحن في حاجة إليكم.